دوما دوما تك دوما دوما تك احلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقه من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من ديمقراطية. هبة السلاح الإيراني للجيش اللبناني كانت مدار بحث بين الوزير جبران باسيل والسفير الإيراني اليوم. العوافي العوافي ليش هالهبة معرق ليه؟ لا تكره شيئا لعله خيرا. الأمريكان بس عرفوا إنه إيران بدها تقدم سلاح للجيش صاروا يقولولنا لا اوعى نحن قد ما بدكن نعطيكم سلاح وزخيرة بس ما تاخدوا من الإيرانية وكبسونا بضاعة. اليوم غطت الطيارة محمل الزخيرة للجيش بالمطار. طيب وإذا الحكومة وافقت بالإجماع على السلاح الإيراني معقول يجوا خبراء إيرانية يدربوا الجيش؟ لشو يتعذبوا من إيران؟ من دق للحج وفيق صفا بيبعث لنا كم خبير من الشباب. على فوق شو طلع عامل الوزير نهاد المشنوق اليوم عند الجنرال؟ صدقني ما بعرف. طيب منسأل الرئيس أمين الجميل. شكرا للوزير باسيل والعوافي للرئيس الجميل. العوافي. شو اجا عمل الوزير نهاد المشنوق عندك اليوم من بعد الرابية فورا؟ اجا فأسني وفل. شكرا. يبدو انه الوزير نهاد المشنوق وحده رح يخبرنا شو طلع عمل بالرابية. تيك تك تيك تك تيك تك. معالي الوزير. يا معالي الوزير شو اللي بحثته مع الجنرال؟ حكيته بموضوع اليوم اوف. اليوم اوف اوف. ايه اوف. شو يعني؟ يعني اوف 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 اوف. لا حكينا انتخابات ولا رئيس ولا تمديد، احكينا بالمخيمات وسلمت شوية دعوات لذكرى وسام الشهيد، ولما سألته عن جلسات الرئاسة اللي مش عم بتفيد فنجر خلف العوينات وقال لي سؤالك ما تعيد. شكرا. استراحة اعلانية ومن بعدها خط الدفاع الاول. تيك تك تيك تك تيك تك. من تابع ديمقراطية. الثلاثي احمد فتفت الي ماروني وفارس سعيد شفناهن ومنشوفن دايما خط دفاع اول. اليوم كمان وعلى اثر حدث صار اليوم رح نشوفن ايضا خط دفاع اول. عن شو؟ هلأ منعرف وبكرة بشوفكن. نحنا بصدورنا منحميه ومندافع عنه وما منقبل حدا يتعرض له. دماتنا فداه، ارواحنا فداه، مصيرنا ووجودنا من مصير وجوده. طالما فينا شريان واحد عمال ينبض نحنا حنبقى السد المنيع بوجه اي عدو بيحاول يمسه. بالسلاح الابيض رح ندافع عنه، باظافرنا بدنا نحميه. نحنا المتراس اللي رح يرد عنه الحقد والحسد والشر والاذيه، ومثل ما بالامس وقفنا يد واحدة معه حين دق باب ناقوس الخطر، اليوم نحن كمان ايد واحدة لحمايته من اي خطر. مو يا اخوان؟ معلوم. اذا عم تحكوا عن لبنان فهنيئا للبنان بوفائكم ومحبتكم واستعدادكم للدفاع عنه. لبنان؟ ولمين كلامكم موجه؟ للشيخ مصطفى الحجيري ابو طاقية. قال اليوم صدر القرار الاتهامي بحقه بجرم انتمائه لجبهة النصرة. كلنا نصرة لأبو طائية. يعيش يعيش يعيش. حبيباتي. دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك.